مرحبا مسهلا، حياك الله اخوي حسن، ومرحبا بكم متابعينك في الكرنفال. تفضلوا معايا ان شاء الله ناخذ الجوله. طبعا بنشوف احنا المركز الرئيسي والفعاليات الموجوده عندنا. مبدئيا ارحب بكم بهالموسيقى هذه الترحيبيه. طبعا عندنا اول ما توصل احنا الهدف من عمل الطرق هذه، الهدف ان احنا نخليك تمشي في قناه كارتير ككل وتتعرف على قناه كارتير. يعني تعريفي اكثر من هو ترفيهي؟ هو لا، الاثنين يعني هم الاثنين مع بعض. فعندنا الانفورميشن ديسك، الانفورميشن ديسك اول ما توصل يعطونك طبعا الخريطه، يعطونك طبعا في الانفورميشن ديسك الخريطه وتعريف عن الفعاليات واماكنها والمحلات التجاريه الموجوده في قناه كارتيه، ويوزعون طبعا هدايا مثل ماسكس للاطفال والزوار. طبعا عندنا المحلات، تبدا بالمحلات الجديده هذه، عندك ارياس اكسبرس، وعندك الله يسلمك بريتزلز جنبه، وجينجر، وكيو كافيه. كيو كافيه كافيه جديد راح يطلع ان شاء الله وبيكون له صدى حلو ان شاء الله. كيو كافيه؟ اي نعم، كيو كافيه هو الاخت القطريه. ايوه طبعا ما شاء الله يعني بذلت جهدها في الكافيه وان شاء الله قريب راح يفتح باذن الله. طبعا هذا كيو كافيه. والله كشخه، حياك الله ابو علي. اي والله كشخه ترى، بعد المكان يعني عندهم السويتس، السويتس اللي عندهم جدا رائع وتصنيعهم هم طبعا ما شاء الله شيء جميل. مين علي هذا؟ اي نعم الوردي ترى هو ماي فيفرت على فكره. هذه اداره واحده من اخواتي القطريه. اي نعم هذه الاخت قطريه، وهي يعني قامت على كل الامور بتفاصيلها، وشابه صغيره يعني في العمر ما شاء الله عليها، ونفخر فيها طبعا هنا في اللؤلؤه. موجودة هنا هو هي فعاليات للأطفال وفعاليات فنية. يعني فعالية فنية الفنان هذا يرسم الأشخاص ظل الشخص يعني بالمقص بطريقة جدا جميلة. يعني طبعا رسمها من الجنب مثل ما تشوف هذا بالمقص، ولعبة السلم والثعبان، وهذه لعبة سلم الثعبان للأطفال طبعا مع العوائل كلهم قاعدين مع الأطفال، بس الشباب عندهم بلنتي الظاهر. طبعا ننتقل الحين إلى ألعاب المهارة، وألعاب المهارة هذه للأطفال مع طبعا جلسات، هذه جلسات مطعم كازالونا، مطعم إيطالي. هذا هو المطعم جدا يعني جميل. وعندك الله يسلمك ألعاب المهارة، هذا أنت تشوف الزحمة ما شاء الله. طبعا الألعاب جميعها مجانية. أخوي أبو علي طبعا هذه فرصة للزوار بعد، احنا مسوين سحوبات على سيارات في كل مدينة من مدن لؤلؤة قطر. يعني ثلاث سيارات عندنا في بورتو أريبيا، وعندنا سيارة مع دراجة هوائية مثل ما تشوف وراي في قناة كارتيه، وعندنا في مدينة سنترال سيارتين مع دراجة. فهذه فرصة ان الواحد يدفع 200 ريال ايا كان في اي محل او مطعم، فبس يجمع حتى لو 100 ريال من مطعم و100 ريال من مطعم، بعد يجمعها الاثنين يروح للكاستمر سيرفيس ويعطونا كوبون. الله يسلمك. طبعا هذا الكاستمر سيرفيس اللي في قناه كارتيه. الكاستمر سيرفيس بس تجيب لهم الفاتوره بقيمه 200 ريال، سواء فاتوره واحده او عده فواتير ب 200 ريال، كل ما قيمته 200 ريال راح يصرف لك كوبون وتدخل على السحب، بتعبي الكوبون وتدخل على السحب. وقناة كارتير سياراتها هي يعني محلاتها كلها تأهلك على السيارة والدراجة. ها
عندنا فعاليات الألعاب والسوق. راح نطلع الحين للسوق، والسوق هذا عملناه كدعم لرواد الأعمال بالشراكة مع مركز بداية، ما قصروا معنا مركز بداية طبعا، وعملنا لهم الأماكن هذه كلها لرواد الأعمال. بدأ السوق من البوث هذا عندنا وتكمل لحد آخر شيء، بتحصل جميع رواد الأعمال من معروضات اكسسوارز والعبايات العطور، فشيء منوع وحلو ان احنا ندعمهم الحمد لله، يعني انها فرصه لنا ان احنا نخدم المجتمع بهذا المجال. وفي نفس الوقت عندنا الالعاب بعد ضفناها الى المكان لجذب بعد الزوار اكثر. طبعا السينما المفتوحه للاطفال والعائلات الحين نطلع لها فوق وبتشوف ان شاء الله الاطفال. المكان يبدا بالبوب كورن، طبعا هو فري لكل الزوار، الاطفال متسدحين هذا انت تشوف، وما شاء الله يعني مع ان في برد لكن الحمد لله الكل مستانس، وراح تزيد الاعداد لان احنا تونا بادين الحين. البوب كورن هذا مجانا؟ مجانا للابد. والهذه بس متى موجوده؟ من كم لكم؟ هي موجوده من الساعه 4 ل 9 فبتكون موجوده. واحنا حاليا على فكره اخوي حسن احنا في محل هو سوق ذهب، وهذا الكل ما حد يدري عنه، هذا سوق ذهب ترى على فكره، كل المحلات التجاريه هذه سوق ذهب، وراح بدينا يعني ممكن نقول لك التاجير فيها الحين، بدا فيها التاجير فبشاركه مع شركه ادلفايس هنا، ف يعني بتكون متاحه وبيكون سوق ذهب في هذا المكان. هذه من المفاجات اللي جايه على الطريق ان شاء الله. هذا المكان فيه محلات تجارية يمكن بعض الناس ما تدري عنها، اللي هو مسمن وأتاي، هو كافيه مغربي، وعندك الله يسلمك إليت اللي هو سبا أو خلنا أقول لك صالون للنساء، في 70 ويست والمقهى الثقافي بعد ورانا هنا، ورانا بعد شوي إن شاء الله مع الفعاليات الفنية. طبعا عندنا هنا العروض الفنيه، رسم الجرافيتي على الحوائط، وعندنا رسم ثلاثي الابعاد على الارض، وراح ان شاء الله نوصل له الحين، هذا هو قاعد يرسم بنشوفه الحين ان شاء الله. هنا المقهى الثقافي، وعندك 70 ويست، هذه كلها محلات جديده طبعا فتحت للتو، وندعو الزوار لتجربتها ان شاء الله. ثلاثي الأبعاد اي نعم، هاي الهواة التصوير في السوشيال ميديا طبعا حطيناها على اساس يتصورون مع الديزاينات وال 3D. متاحة لأي حد؟ متاحة لأي حد نعم، حياهم الله أي حد، وكل الخدمات اللي موجودة مجانية طبعا. وهي بعد الشيء مجانا؟ نعم كلها مجانية طبعا، والناس ممكن تجي وتتصور في الأماكن هذه، وطبعا اليوم تعرف أنت أكثر الناس تحب تتصور، تحب السناب، وراعينا الفئة هذه طبعا. الحين يعني شو الهدف من هذا كله سويته المهرجان؟ الهدف هو دعم السياحة في الدوحة، دعم المحلات التجارية عندنا، ويعني وممكن احنا حتى نقول لك يعني للسكان ايجاد اللي هو الترفيه والترفيه لهم والتعليم بعد للاطفال، بعد ممكن يتعلمون في المهرجانات هذه اشياء. في شغله قال لي انه بتكون الساعه 6 تقريبا، مفاجاه. شنو هي؟ طبعا عندنا الليزر شو،
الليزر شو راح يكون بشكل جدا جميل مع الموسيقى، بس احنا ننتظر الساعه الساس ان شاء الله، بس يظل بالوقت نبدا ان شاء الله الليزر شو. كونوا في الانتظار معنا، لا تروحون. طبعا الفعاليات على المسرح بدأت عندنا، وهذه بعض من الفعاليات، بعد شوي ان شاء الله بنروح نشوفها. العرض طبعا بدأ من امس اللي هو يوم الاربعاء 31/1، وراح يستمر لحد يوم السبت الموافق 3/2. قالوا لي فعالية الرسم راح تكون رسم شو على الهواء ومباشر وعلى السريع، وهذا الفنان راح يرسم. جماعة الخير، بتجربتي الشخصية صراحة مكان وايد حلو، استمتعت بالجولة السريعة، حاولت أقول لكم أيضا جانب منها. يعني كل ما تروح مكان تلقى شيء، كل ما تروح زاوية تلقى فيه فعالية، والجميل الفعالية فقط مش الكبار، الصغار الكبار طبعا. بالإضافة ما ننسى هناك في بعض الجلسات والمطاعم والكافيهات اللي بالفعل أعطت المكان رونق وجمال، بالإضافة إلى طبعا مجموعة الفعاليات والمهرجان اللي مقام حاليا لمدة 3 أيام. أنصحكم ما تفوتون الفرصة، واللي قريب من اللؤلؤة يجي على طول إلى قناة كارتيه، وراح يلقى كل سره سواء كان على مستوى شخصي أو حتى على مستوى العائلة. أقول لكم حياكم الله.